ولما سيدنا عثمان يظل 3 أيام في منزله لا يدفن، ويمنعون إقامة الجنازة عليه، ولم يصلى عليه صلاة الجنازة. ولما يضربوا زوجته السيدة نائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها، يضربونها في مؤخرتها، ثم يقولون لها مؤخرة الكبيرة والعياذ بالله، ويقطعون يدها ويضربونها بالسيف على فخذها. عملية تجميل جراحية في منطقة حساسة نظرا لأنها كانت كبيرة، والهدف عمل عملية تجميل علشان تصغر، نظرا لأن هناك استعمال كثير، والحدق يفهم.